أخبار اليوم. بدأنا بجنوب سيناء ثم السويس ثم الدقهلية وعودة تاني إلى سيناء، ولن نترك سيناء وعلى ظهرها مريض واحد بهذا المرض اللعين إن شاء الله. بيكم أنتوا وبينا إحنا كمصريين، مش بحد تاني. بفلوسنا إحنا القليلة هنعمل الكتير، بإيدينا إحنا اللي بيقولوا عليها ضعيفة هتبقى أقوى من العالم كله. ولا ننسى سيدنا يوسف عليه السلام عندما طلب من ملك مصر، قال له اجعلني على خزائن الأرض، ولم يقل له اجعلني على خزائن مصر، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إذن سيكون مخزون العالم من هذه الأرض الطيبة، ومن المشرق بالذات، ومن سيناء الحبيب. الحقيقة أنا بقدم الشكر الجزير، وسنستمر في تقديم الشكر الجزير للقبائل العربية والمجلس القومي للقبائل العربية أنهم استجابوا للطلب اللي كان اقترحه سيادة الفريق أسامة عسكر، وأنا كنت معاه، أن إحنا لازم نرفع عن كاهل المرضى الأيام دي، ونقف وقفة جادة، وقفة عظيمة، علشان نقول للعالم كله أن مصر مش محتاجة حاجة من العالم بس، لا، ده مصر هي اللي هتدي العالم بإيدينا إحنا، مش بإيدين حد تاني. والنقطة اللي أقوى من كده أن هذا الدعم وهذا العطاء جه من أهل البلد، من أهل القبائل العربية، علشان محدش يفتكر إن في فرق بين البدو والحضر. لا، ده بالعكس، البدو هم اللي قالوا هنشيل المعاناة والعناء عن كاهل الفقير وكاهل المريض. ودي حقيقة بنقدم الشكر الجزيل، وبنقول للعالم كله لا، ده احنا مصريين، سنظل مصريين بوحدتنا، بقوتنا، بديننا، سواء مسيحي أو مسلم، ولكن بمصريتنا سنقف ضد كل الوزارة، ونقف ضد كل الطامعين في هذه البلدة، ونقول لكل من تسوله نفسه، مصر مش دولة علشان تلعب فيها أبدا، لا، ده مصر دولة قوية، محدش يجي يقرب من ذرة تراب من مصر. مصر ستظل هامة العالم كله هي مصر، كما قال فضيلة الشيخ الشعراوي، هي علامة القرآن للدولة التي أنزل فيها، وستظل إلى أن يمس الله الأرض ومن عليها بهذا الجمع وهذا العطاء. أنا بكرر شكري للقبائل العربية والناس اللي وقفوا معانا، وبقول لأهل النخل دي مش البداية، ده إن شاء الله دي البداية مش النهاية. لا، ده احنا جينا هنا إن شاء الله هنيجي نفتتح هذه المستشفى، والمستشفى يبقى فيها كل الأقسام. وأنا كنت لسه بقول للأستاذ دكتور طارق خاطر، بقول له دكتور طارق إن شاء الله القائمين على التنمية في سيناء بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يوفقهم، وهنعمل منظومة صحية يتحاكى بها العالم كله. أنا بقول كده وفعلاً هنتحاكى بها العالم، محدش يستغرب، لا، بينا إحنا كمصريين مش بحد تاني والله. وهتشوفوا الموضوع ده إن شاء الله في خلال أشهر قليلة، مش في سنوات، أشهر قليلة، وهتحس المواطن، هيحس إن في طفرة حصلت في منظومة الصحة، وإن شاء الله هيبقى بإيدين الأطباء المصريين مش بإيدين حد تاني، وإن شاء الله هنبني مصر بإيدينا إحنا. أنا بشكر الجميع وأقدم الشكر الجزيل تاني لإخواننا مجلس القبائل العربية، وبشكركم، والسلام عليكم. الناس خايفين من الناحية الأمنية، رغم أني بأكد إن وسط سيناء بالذات أأمن مكان من 28 يناير، يعني رغم 28 يناير واللي حصل حصل في جميع الاقسام الا منطقه سيناء، وسط سيناء بالذات ما حصلش فيها اي هجوم على الاقسام، وما حصلش فيها اي مشاكل خالص، والناس هنا القبائل بتحافظ على يعني على المكان، وكلهم حارسين للاماكن، حتى عملوا لجان شعبيه وهم اللي كانوا بيحموا المنشات الصحيه. بالنسبه للمعوقات بقى بعد 28 يناير والانفلات الامن اللي حصل، معظم الاطباء واهاليهم بيخافوا عليهم ان هم يجوا تكليف شمال سيناء، فبنحاول نطمن الناس وبنناشدهم ان شمال سيناء وخصوصا وسط سيناء بالذات امان 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 وما يقلقوش، ويا ريت الاطباء يعتبروا نفسهم جنود، يعني من ضمن الجنود اللي المقاتله على الحدود، يعني احنا طبعا احنا بنأدي خدمه، احنا مش اقل من الناس اللي بتموت يعني، واخد بال سيادتك، فاحنا بننشد الاطباء ان هم يجوا يخدموا الناس هنا، لان بصراحه الناس هنا في اشد الحاجه للخدمات الصحيه، والحمد لله قدرنا نوفر الخدمات الصحيه دي عن طريق القوافل الوزاره، هم اللي بيمدونا بالاخصائيين.
اهلا ان شاء الله يا دكتور معاكم، وان شاء الله مع التطور دايما للخدمات الصحيه وعلى كافه جميع المستويات بالنسبه للخدمات في شمال سيناء، وده دعوه من حضرتك ان احنا بنقول ان بلد امن وامان. ان شاء الله مصر تبقى ام قد الدنيا وهتبقى ام الدنيا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. لا، التنميه شامله في جميع المجالات، طرق، كباري، صحه، يعني التنميه ماشيه متوازي، مش في خط ناحيه، لا، حتى هنا فيه ابار زراعيه والجيش عامل هنا مزارع سمكيه ومزارع زراعيه بالصلاه على النبي، يعني هتدي انتاج جميل جدا يعني ان شاء الله. احنا ان شاء الله زي توجيهات ما شايفين في موقع المستشفى الجديد اللي اشرح الدكتور طارق وكيل وزاره الصحه، واللي ان شاء الله هتركب فيه الاجهزه وهيكون يعني اول لبنه بتتواجد في هذا المستشفى العريق، مستشفى نخل. فبالنهايه بنرحب بيكم تماما على ارضكم العزيزه نخل شمال سيناء العريش، وكل عام وانتم بخير. أولا طبعا برحب بكم في مدينة نخل على أرض محافظة شمال سيناء، برحب بكل السادة قوات المسلحة، السادة كل القبائل العربية، وبنشكر مجهوداتهم العظيمة في وضع أول لبنة بتبرعهم الكريم بماكينات الغسيل الكلى اللي بإذن الله ستوضع في هذا الصرح العظيم في مستشفى نخل المركزي، اللي أنتم شايفينه بإذن الله ده تعالى إن هو بيتكون من عبارة عن 43 سرير، في نفس الوقت في أجنحة كاملة للأشعات، سواء أشعة مقطعية، أشعة عادية، وحدات غسيل الكلى، سواء اللي هي عملية الاستقبال والطوارئ، إن هي تبقى إن إحنا طول عمرنا في مدينة نخل أو منطقة وسط سيناء دايماً محرومة من مكان يؤدي الخدمة العلاجية بجودة عالية، وفي نفس الوقت تليق بالمواطن على أرض سيناء، وبالذات أنتوا عارفين حضرتك يمكن إحنا في مدينة نخل هنا ده طريق دولي بيربط اللي هو شمال وجنوب، وطريق الحج القديم وما زال هو طريق حيوي، فبيتقوم عليه كثير جدا، وباذن الله تعالى في مرحله الاستثمار الجائيه كمان المرحله القادمه ان في تنميه سيناء، سواء منطقه الوسط صناعات الثقيله، سواء اللي هي تبقى محافظه وسط باذن الله تعالى، هتبقى في مستشفى اللي هي عظيمه بتتحمل، كانت حلم بالنسبه لنا كابناء المحافظه شمال سيناء، وده باذن الله تعالى سيكون واقع في اعياد اكتوبر باذن الله تعالى على نهايه العام الحالي. زي ما احنا قلنا ان هي المستشفى هتقوم بتقديم جميع الخدمات اللي هي في كمستشفى مركزي، سواء من اللي هي جميع الجراحات التخصصيه، سواء اللي هي الاشعاعات، سواء اقسام المعامل، سواء اللي هي اقسام غسيل الكلى، سواء الاسم الاستقبال والطوارئ، وباذن الله تعالى هنشرف بيكم باذن الله تعالى في افتتاحها، وانا بعتبر ان دلوقتي من تحيات معالي محافظ شمال سيناء ان احنا بندعوكم جميعا باذن الله تعالى في الخير يوم 1 اكتوبر باذن الله تعالى ان تكون المستشفى خلصت ونضع اول لبنه من اللي هي التجهيزات اللي انتوا حضراتكم شرفنا اللي انتوا جبتوها لنا النهارده ان هي تكون في موضع هذا المنشا العظيم اللي نتمنى ان هو باذن الله تعالى يكون في خدمه اللي هي مواطني شمال سيناء والمواطنين العابرين من خلال المحافظه، وباذن الله تعالى تكون خدمه لمصرنا العزيزه في خطه التنميه الشامله في عهد طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بنشكر طبعا النهارده ان احنا قاعدين على متواجدين على جزء عزيز علينا وهي شمال سيناء، وجزء غالي طبعا وهي مدينه نخل. طبعا بنشكر نقدم الشكر الجزيل وبنستمر في تقديم الشكر الجزيل للقبائل العربيه، الحاج كامل مطر واسره القبائل العربيه كلها بالكامل اللي اوفت بالوعد بتاعها لما قلنا ان احنا عاوزين نتخلى عن موضوع المظاهر اللي هي كانت براقة زيادة عن اللازم وبتقدمش الخدمة للمواطن، واستجابت القبائل العربية بالكامل وعلى رأسهم الحاج كامل مطر والزملاء الأعزاء كلهم عشان ما ننساش حد، وبدأنا بجنوب سيناء في تقديم أجهزة غسيل كلوي، وبعدين تلاها محافظة السويس ومحافظة الدقهلية، وها هنا الآن نحن في شمال سيناء وفي جزء عزيز علينا جدا اللي هي نخل، اللي هتبقى ان شاء الله تكاد تكون هتبقى عاصمه سيناء الوسطى في المستقبل. وشرفت النهارده بلقاء السيد سكرتير عام المحافظه الزميل العزيز سياده اللواء سامح، ومعالي السيد وكيل اول وزاره الصحه بالمحافظه، وجابونا بصراحه على المستشفى الجديده اللي ان شاء الله هتبقى هتفتتح يوم 6 اكتوبر ان شاء الله في اعياد النصر. ودي الجهازين دول مش هما النهايه، ولكن دول البدايه، ودول زي ما الساده الزملاء تفضلوا دي هتبقى اللبنه الاولى
وان شاء الله علشان نشيل على كاهن المواطن المصري الفقير والغني والضعيف بالذات، ان احنا نشيل من عليه عبء المرض، وكفانا الله جميعا شر هذه الامراض. وبنتقدم بالشكر الجزيل لمعالي السيد المحافظ السيد اللواء السيد حرحور امبارح لما تواصل معايا وقال لي معذره انا مش هكون في استقبالك، ولكن طبعا لا انا مش عاوز حد يكون في استقبالي، انا جاي عشان المواطن الفقير. كلنا متواجدين هنا علشان الشعب المصري الاصيل، ودي رساله بنقولها للناس كلها. هذه القبائل العربيه بتبعت برساله لكل مواطني مصر والعالم كله، بتقول ان احنا كلنا يد واحده، مصريين كانوا في الدلتا او في شمال سيناء او في جنوب سيناء او في مطروح او في الصعيد. على فكره معانا هنا ممثلي الصعيد باعداد كبيره جدا، وممثلي القبائل الموجودين في مطروح. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم المجلس القومي لشؤون القبائل العربيه، انا بشكر كل اهالي سيناء على هذا الاستقبال الحافل الحقيقه، وان كان تواجدنا اليوم ان احنا جايين نقدم بعض ما يجب علينا ان نقدمه لاهلنا في سيناء، فكل اهالي سيناء مشتركين في هذا العمل، واحنا كلنا قبائل واحده وكلنا دم واحد وكلنا عرق واحد. بنشكركم على هذا الاستقبال، ونسال الله اولا الدعاء لكل مريض ان ربنا يشفيه، ثانيا ان شاء الله باذن الله بمعونتكم برضه واشتراككم معنا ان شاء الله وكل القبائل العربيه على مستوى جمهوريه مصر العربيه، ان شاء الله نستطيع ان احنا نغطي كل الاماكن المحتاجه لهذه الاجهزه. شفى الله كل مريض، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله. أبناء القبائل العربية، نبعث برسالة تحية إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد قائد القوات المسلحة الفريق أول صدقي صبحي والسيد الفريق أول أسامة عسكر مسؤول التنمية ومكافحة الإرهاب في سيناء، والسيد اللواء أركان حرب محمد علي شمس، والسيد اللواء أشرف يوسف. أبعث لهم تحية من فوق أرض سيناء، ونقول لجميع المصريين أن أبناء القبائل تعودوا على العطاء، فالقبائل بذلت الغالي والنفيس منذ حرب الاستنزاف. أبناء القبائل قدموا الكثير من أجل سيناء ومن أجل الشعب المصري، وهاليوم طروا أبناء القبائل معطائين، وليس هذا من من أبناء القبائل، لكن هذا واجب على أبناء القبائل أن يقوموا به وأن يكونوا نكارين للذات، كما تعود جميع الشعب المصري من أبناء القبائل. ونحن اليوم نجدد البيعة ونجدد العهد للقيادة السياسية، ونحن أبناء القبائل الظهير الشعبي المخلص الوفي للقيادة السياسية وللقوات المسلحة، وإن شاء الله نحن مستمرون في العطاء، نحن مستمرون في العطاء ولو كان فيه بعض العقبات، لكن كل هذه العقبات بفضل الله سوف نتخطاها من أجل مصر ومن أجل استقرار مصر، وإن شاء الله مصر في عهد السيد الرئيس إلى الأمام بإذن الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.